مصر. كمت، كمت ده الاسم الاصلي لقدماء المصريين. الخيوط القطنية والخيوط السيزال، وفي فرق بين السيزال والدبار. في عندي كولاج لكن ما لقيتش النهارده ديكوباج، وفي فرق بين الكولاج والديكوبي، وفي فرق بين الحاجات اللي هي موجوده دي. النهارده عندي كمان في الكولاج فن جميل جدا. خلصوا العزوم؟ لا ده استاذه جلال مدريدي، يعني مدير عام البرامج الثقافيه في الاذاعه المصريه بيتنا، وشرفتنا ودايما مشرفانا النهارده. طب نحييها كده دلوقتي. عاوز اقول ايه النهارده، لو انا هبتدي بالاشغال او الهاند ميد، الحاجات دي مهمه جدا. وعندي العجائن الحراريه، يعني النهارده انا شايف في القسم اللي انا بتكلم عليه دلوقتي، وشغل الابره والكروشيه والاخشاب وشغل القشره اللي فوق اتعمل، شغل القشره معمول فوق بمنتهى الروعه، يعني فعلا بناخد فيه سنين عشان نوصل فيه. اذا الصيادله النهارده المبدعين والمبدعات خرجوا من البوتقه بتاعتهم، البوتقه اللي هي الدوائيه اللي بيعالجونا علاج جسماني سواء مضاد حيوي او النهارده ادونا مضادات للاكتئاب، بصراحه ادونا مضادات للفرحه. النهارده ما فيش ولا لوحه مضادات اكتئاب، لا سوري، لا ادونا فرحه، يعني عملوا لنا فرحه. انا عاوز اقول على حاجه، في حاجه حلوه قوي النهارده، ما فيش ولا لوحه اكسباير، والفنانين كلها بصراحه يعني ادونا مندوبه وحاجه حلوه قوي قوي. يعني عاوز اقول ايه، انا سعيد جدا. تعالوا بقى للوحات التشكيليه، معموله بتقنيه عاليه جدا، وكل نقدرش النهارده لو هندي جايزه يبقى ندي جايزه لل 100 فنان او لل 50 فنان او لل 100 لوحه. العمل الشغل حلو قوي قوي قوي، خرجته من كليه الصيدله. انا بقول واخدين صيدله، ومعانا اقول ايه، معانا نقيب فنانين تشكيليين كمان. فعلا النهارده ابداع فعلا. الدكتوره سحر ادتينا حاجه حلوه قوي، ودي تاني سنه على التوالي انا معاكم. لكن في اللي أنا عاوز أقوله، أتمنى بقى نخرج للجمهور، لأن النهاردة لما نيجي هنبص هنلاقي دكاترة وصيادلة وأساتذة جامعة وكتباء وأدباء، لكن مفيش جمهور خارجي. أنا عملت ده النهاردة بقالي 55 سنة بعمله بالظبط. أنا عرضت أول حاجة سنة 70 على في الشارع، عرضت للجمهور، وما زلت لغاية النهاردة بعرض للجمهور، لأن الناس لازم تعرف يعني إيه فن تشكيلي. النهارده اللوحات اللي هنا موجودة كلها لوحات عالمية والله، وشغلها حلو جدا. وأتحدى لو قاعة صلاح طاهر بقى لها مدة كبيرة قوي، وأنا عارف قاعة صلاح طاهر، بقول لكم يا فنانين يا صيادلة وصيدلانيات، النهارده انتوا احييتوا قاعه صلاح طاهر مره ثانيه من شهور، ويمكن اقول لكم يعني في خلال سنه او سنتين ما حدش شاف القوه بالشغل ده. بجد والله تحيه ليكم كلكم، لان معمول حاجه جميله جدا جدا جدا، اعمال قويه جدا، اعمال فن تشكيلي. وفعلا اتمنى يكون في قسم عندنا في النقابه للفنانين التشكيليين، وأقول لكم شكرا. بس شكرا لدعمك. دكتور عادل على فكرة كان صاحب فكرة إن احنا نكون في دار الأوبرا المصرية، وكان له فضل رائع إن احنا نكون موجودين مع بعض النهارده. شكرا جزيلا. النهارده الجاية أتمنى يبقى في العاصمة الإدارية في الدكافيه قاعة حاجة فوق الخيال، فوق المستوى، يعني بتبتدي بقى فيها اللوحات اللي هنا، وأتمنى فيها حاجات كتيرة قوي تهدى للمكان هناك لأنها أعمال كاملة. اعتبرنا حجزناها وإن شاء الله نكون موجودين هنا. إن شاء الله.